المؤتمر الذي يركز على صناعة الإبداع، ودائما في الثقافة هناك وسائل كثيرة لكي نحقق منها عائدا اقتصاديا، وكي نتيح الفرص لمن يملك فكرة ويحققها ويعود بعائد اقتصادي على البلد. نتكلم عن السياحة الثقافية وكيف تستقطب العديد من الزوار الذين يبحثون عن هذا النوع من السياحة. تحدثت عن طريق اللؤلؤ كنموذج للسياحة الثقافية المستدامة وكمشروع حيوي نتمنى أن يكون مزاراً أو مقصداً لأهل المنطقة قبل العالم.